إن شاء الله يكون الصوت واضح. واضح. اكتبوا لي على الشات إذا الصوت واضح والشاشة أيضا واضح. إذا الصوت والشاشة واضحون. نبدأ محاضرتنا بإذن الله. دورة إدارة تصنيف المجلات المستوى الأول. شكر وتقدير للجهات الراعية شبكة السيودية العراقية بقاعدة بيانات ريك العالمية وجامعة المسلم آتشي الأندونيسية. يرجى ملاحظة أن هناك ملف صوتي خارج هذا الملف يمكنكم الاستماع عليه حتى يشرح صفحات هذا العرض. الملف الصوتي وضعناه على جروب التليجرام وأيضا وضعناه على الكلاس روم جوجل كلاس روم. تقديم البحث، هذا الرابط بالإمكان أن كل شخص يضغط على رابط تقديم البحث هذا ويطلع على فقرات تقديم البحث. قد يختلف تقديم البحث من مجلة إلى أخرى لكن الفقرات الرئيسية ثابتة. الفقرات الرئيسية في التقديم ثابتة. هنا دايجرام يمثل خطوات من تقديم البحث إلى نشر البحث. From submission to publishing. From submission to publishing. الخطوة الأولى submission، بعد ذلك basic article. Basic article. Basic article first screen، أول خطوة تدقيق هي first screen. Check editor and or section editor. التدقيق يتم بواسطة رئيس تحرير أو تحرير المتخصص بهذا الشكل section. بعض المجلات تقسم إلى عدة سكشنات many section. أيضا يشمل التدقيق plagiarism نسبة الاستلال أو السرقة. linguistic check التدقيق اللغوي. تدقيق هل البحث ضمن تخصص المجلة، هل البحث مكتوب وفق تعليمات المجلة، هل البحث المصادر مكتوبة بشكل دقيق، هل المصادر حديثة، وهكذا. هذا يسمى بالفيرست سكرين. إذا نعيد، الفيرست سكرين يتضمن لانجوستيك تشيك تدقيق لغوي، بلاجاريزم تدقيق الاستلال والسرقة، تدقيق تخصص البحث، هل البحث ضمن تخصص المجلة؟ هل المصادر مكتوبة بشكل صحيح؟ هل البحث مكتوب وفق تعليمات المجلة؟ هذا كله ضمن عدد الصفحات، عدد الكلمات في الأبستراكت، كل هذا يدقق في الفيرست سكرين. من الفيرست سكرين هناك احتمالية أنه return manuscript. return manuscript البحث يعاد إلى الباحث لإجراء تعديلات، أو أنه يرفض البحث لأسباب رفض البحث ليس ضمن تخصص المجلة، لغة ضعيفة، غير مكتوب ضمن تعليمات المجلة. هذا يقدرها رئيس التحرير وعضو هيئة التحرير، هو من يقوم بتقدير هذا الشيء. إذا تم قبول البحث، يعني كان البحث مقبول من الفيرست سكرين، سوف يتم تحويله إلى ريفيور 1، ريفيور 2، ريفيور 3. إذا يتم تحويل البحث لثلاث مقيمين، ريفيور 1، ريفيور 2، ريفيور 3. بعد ذلك سوف يدخل بالبير ريفيو. بير ريفيو اللي هو عملية التدقيق أو المراجعة المعمقة. بير ريفيو تعني المراجعة المعمقة. إذا كان يس، وهي حالة نادرة أنه البحث مقبول من المقيمين الثلاثة، سوف يذهب إلى الإديتر.
إذا نو هناك احتمال أنه يتم تحويله إلى مقيم رابع. ما هي أسباب التحويل إلى المقيم الرابع؟ أسباب التحويل إلى المقيم الرابع. تعليقات. ما هي أسباب أن تحويل إلى المقيم الرابع؟ عليكم السلام ورحمة الله. نعم. اليوم عندي مشكلة بالكاميرا. دكتور ممكن أجاوب؟ أي جاوبوا بس الصوت بصدى ما راح يفتهم شيء. المشكلة يا دكتور. سمع الإجابات المشتركين و على الشات أو راح نعيد إحنا الإجابة الصحيحة. نعم. ايضا احنا راح نذكر الاجابه الصحيحه ان شاء الله. شكرا جزيلا سيد دكتوره سنه. عفوا اصبح كلش واضح كنت حبيت اشارك لكن مع ذلك انا معاكم بما تمرون به. شكرا جزيلا. حياكم. نسمع اجاباتكم اساتذتي الكرام او نقرا اجاباتكم. لماذا يتم التحويل الى للحسم؟ جواب صحيح لكي أحسم تحيز بعض المقيمين حتى لا يكون تحيز. التأكد من صلاحية البحث أو عدمه. أحد المقيمين لم يرد ممكن لإعادة التقييم. كلها إجابات صحيحة. عوامل شخصية هنا تدخل عوامل ذاتية تسمى شخصية داخل قبل المقيمين. المقيم الثالث له الكلمة الأخيرة قبول أو رفض البحث. للفصل في المقال يمكن هذا التحكم. إجابات صحيحة. الإجابات أغلبها صحيحة وهي كلها الأسباب. كلها الأسباب ممكن تؤدي إلى إحالة إلى مقيم رابع. إذا كان سؤالنا هو لماذا يتم الإحالة إلى المقيم الرابع؟ أنا دائما أذكر أنه أسباب الإحالة المقيم الرابع الأسباب اللي ذكرتوها. هذا هو الأسلوب المتبع في كل المجلات، أنه أحد المقيمين لم يقم بالإجابة، الشك في إجابة أحد المقيمين، دخول أشياء شخصية أو ذاتية في تقييم، أحد المقيمين مثلا رفض البحث أو قبل البحث بدون ما يكتب ملاحظات، بمعنى أنه لم يقرأ البحث، يعني كان جوابه غير منصف. في حالة أنه تم رفض البحث من مقيمين ثلاثة، هذه طبعا هي حالة نادرة أنه يرفض البحث من مقيمين ثلاثة، لأن يعني البحث أصلا مر بالفير سكرين. الفير سكرين المفروض يعني تكون نسبة الرفض فيه قليلة. عموما في حالة عدم قناعة المقيم بالتقييم سواء رفض أو قبول، إذا المقيمين الثلاثة قبلوا البحث أو المقيمين الثلاثة رفضوا البحث، المقيم يطلع الرئيس التحرير يطلع على ملاحظات المقيمين. إذا لم يقتنع بأسباب الرفض أو أسباب القبول يقوم بإحالتها لمقيم رابع. يقوم بإحالتها إلى مقيم رابع. إذا خلي تكون العدالة الحق أهم من القانون. الحق أهم من القانون. أنا أرى أن البحث له أحقية في النشر، لكن المقيمين رفضوه لملاحظات غير صحيحة أو غير دقيقة، أو كون المقيمين لم يقرأوا البحث أو لم يكن ضمن تخصصهم الدقيق، كان اختيار المقيمين بشكل خاطئ. إذا هناك خطأ المجلة لا يجوز أن يحمل الباحث هذا الخطأ. إذا يجب إحالة مقيم رابع ويكون تخصصه دقيق قريبا من هذا التخصص حتى يحسم الموضوع. كانت عندنا حالات بهذا الشكل، ثلاث مقيمين رفضوا البحث، بحثنا لمقيم رابع والمقيم الرابع أيضا رفض البحث، وصلنا إلى قناعة أن البحث مرفوض. قد تحدث حالة أن المقيمين الثلاثة رفضوا البحث لكن رفضهم غير مبرر،
المقيم الرابع أعطى أسباب لقبول البحث، إذن يجب أن نعيد النظر في قرارنا بشأن قبول أو رفض البحث. إذن خل تكون الحق هو الحاكم أكثر من القانون والعدالة، أكثر من القانون والعدالة. يعني لا يجوز أن أقول أنه البحوث كلها ذهبت إلى مقيمين اثنين والمقيمين رفضوا اثنين، حولت إلى مقيم ثالث المقيم الثالث رفض، إذن يجب أن يرفض البحث وأعمم سوابق قانونية على البحوث اللاحقة. خل تكون الحق والعدالة فوق القانون، أفضل من القانون، والحق أفضل من العدالة، والعدالة أفضل من القانون. يعني كل دول العالم غيرت أسماء كلية القانون إلى كلية الحق. هل لهذا البحث أحقية بالنشر؟ أنا إذا اتبعت ملاحظات المقيمين بشكل أعمى معناته أني طبقت القانون، معناته أني آلة، أنا آلة. يعني قد يكون هالمقيمين بشكل شخصي رفضوا البحث، لم يقرأوا البحث، أو بالعكس يجوز رفضوه بشكل شخصي لأن عندهم علاقة مع الباحث، وهذه العلاقة مع الباحث أدت إلى أنه يقبلوا البحث بالرغم أنه غير صانع. إذن رفض أو قبول البحث يجب أن يخضع للحق والعدالة، الحق والعدالة، ولا يخضع للقانون. يعني القانون هو الإطار العام، لكن القانون وضع لك يضمن الحق. إذا تبين أنه القانون لم يضمن الحق أو لم يضمن العدالة يجب أن نتدخل، يجب أن يكون لنا قرار، يجب أن يكون لنا قرار. أتمنى يكون الجواب واضح، لأن كثير من الباحثين يظلمون في هذا الشيء نتيجة قرارات مقيمين غير صحيحة سواء رفض أو قبول. إذن الدور أو إحنا نقول الحق على رئيس التحرير في اتخاذ القرار، اتخاذ القرار يجب أن يفكر مليا قبل رفض البحث أو قبل قبول البحث، يجب أن يطلع على ملاحظات المقيمين ويستفيد من ملاحظات المقيمين في رفض أو قبول البحث. لا يكون رأي المقيمين هو رأي يعني نهائي، والمقيمين ولو كان رأي المقيم نهائي لاكتفينا بمقيم واحد، لماذا وضعنا مقيم آخر؟ لكي يساعدنا على اتخاذ القرار، نضع مقيم ثالث لكي يساعدنا على اتخاذ القرار، نضع مقيم رابع لكي يساعدنا على اتخاذ القرار. إذن القرار بيد رئيس التحرير، بيد عضو هيئة التحرير للاختصاص الأقرب إلى تخصص البحث. آراء المقيمين تساعد في اتخاذ القرار وإعطاء الحق للباحث في القبول أو الرفض. إذن في حالة وجود ملاحظات، ننتقل إذا لم يكن هناك سؤال. أرجو إعادة الجواب لانقطاع التيار الكهربائي، تكون متفضلا علي بلا زحمة عليك دكتور. إن شاء الله، إن شاء الله. هنا سؤال يقول هل يرسل إلى مقيم واحد فقط إذا رفض من ثلاثة مقيمين؟ إحنا مثل ما قلنا، إحنا حتى المجلات العالمية أصبحت بعضها ما تكتب للمقيم قبول أو رفض، اكتب ملاحظاتك، اكتب ملاحظاتك. إذن أنا عندي مجموعة من الملاحظات من المقيم الأول والثاني والثالث وأنا أقرر، هذا أفضل. لا تنظر إلى قرار المقيم قبول أو رفض، انظر إلى ملاحظاته، هل تستحق الرفض؟ ملاحظاته هل تستحق القبول؟ إذن هنا السؤال، يعني إذا أجابنا بشكل عام بإطار عام ثلاث مقيمين رفضوا، حطينا مقاوم رابع قبله، أصبحت الكفة راجحة للرفض، ماكو داعي حول المقيم رابع وثلاثة رافضي، لازم أحوله إلى أربع مقيمين والأربع مقيم يقبلوا حتى ترجح كفة القبول على الرفض، وهذا الشيء مو منطقي. يعني راح يصير سبع مقيمين ماكو مجلات. إذن أنا أحيل المقيم الرابع لما أنا شاك في قرار المقيمين، فلما أشك في قراره ما راح أعتبره قبول أو رفض، أعتبر ملاحظات غير كافية للرفض أو لا. فهو قرار، هو قرار، ملاحظات المقيمين تساعد في اتخاذ القرار، ملاحظات تساعد في اتخاذ القرار. بصراحة السؤال دكتور حيدر ما فهمت، يقول
يتم تبليغ الباحث بهذه الأسباب وهل تعتبر سلبية؟ المجلة تبلغ الباحث بوجود ملاحظات من المقيم رقم واحد، ما تذكر اسم المقيم، مقيم رقم اثنين، مقيم رقم ثلاثة، مقيم رقم أربعة، أو مقيمين فقط، أو مقيم واحد فقط، أو ملاحظات عضو هيئة التحرير. بعد ذلك تبلغ المقيم، تبلغ الباحث بقرار المجلة، قرار المجلة نتيجة لوجود هذه الملاحظات. لا تكتب المجلة نتيجة لرفض المقيم الأول والثاني رفضنا البحث، نتيجة لوجود هذه الملاحظات تقرر رفض البحث، أو نتيجة لوجود هذه الملاحظات تقرر أن يقوم الباحث بإجراء تعديلات جوهرية، أو نتيجة لوجود ملاحظات كثيرة تدرج الملاحظات من قبل المجلة، يكتب المقيم الأول ملاحظاته 1 2 3، المقيم الثاني ملاحظاته 1 2 3، المقيم الثالث ملاحظاته 1 2، تحتها القرار، قرار المجلة، قرار المجلة على الباحث أن يقوم بإعادة تقديم البحث مثلا لأن وجود ملاحظات كثيرة، مو رفض وإنما يقوم بتقديم البحث من جديد، يأخذ كل هذه الملاحظات يسمونها ريسبمت يعني يأخذ من ملاحظات المقيمين ويقدم البحث كبحث جديد وينتظر الفيرد سكرين وينتظر حال المقيمين وهكذا. أتمنى تكون إجابة دكتورة سناء واضحة. كيف تؤثر أو تتأثر علاقة الباحث بالمقيمين؟ ألا يتم حجب بيانات مؤلف المقال أثناء إرسال التقييم؟ طبعاً يتم حجب أسماء المقيمين أثناء إرسال البحث، لكن أثناء بعض المقيمين يستطيع من معرفة اسم الباحث بطرق كثيرة. من هذه الطرق الباحث يرسل للمقيم عدة مقيمين أسماء البحث ويخبرهم بأنه قام بتقديم هذا البحث إلى عدة مجلات مثلا، بالتالي المقيمين عندما يأتيهم البحث يعرفون أن هذا البحث تابع للشخص الفلاني. الطريقة الأخرى، الباحث يقوم بكتابة اسمه داخل البحث، وقد تمر هذه العملية على المجلة، يشير إلى مجلته. المسار البحثي أو نوعية البحث، الفحوصات التي قام بها الباحث تكون معرفة من بعض المقيمين، الجامعة التي ينتمي لها، المختبر الذي قام بإجراء الفحص فيه، كل هذه قد تؤدي إلى المقيم يعرف اسم الباحث. في حالة كون الباحث ليس من تخصص المجلة، المفروض يرفض من الفيرست سكرين، لا يذهب إلى المقيمين. هنا السؤال أعتقد جاوبنا عليه دكتورة ابتسام. من المهم عند رفض البحث أخذ برأيهم وارجع نفس المجلة، هذا إذا قبلت المجلة، حال المجلة تقبل بأنه الباحث يأخذ بالملاحظات ويعمل إعادة تقييم، إعادة تقديم. إذا المجلة طلبت من الباحث ريفيجن يعني أنه يعدل على ملاحظات المقيمين فقط، ثم تقوم المجلة بإعادة النظر بالبحث. أما ريسبمت يعني يبدي يقدم من جديد، كل خطوات التقديم يمر بها. هنا سؤال، هل من ممكن إرسال البحث إلى مقيمين اختصاص قبل إرساله إلى المجلة؟ هذا نشاط لكن غالبا ما تكون هذه التقييم غير دقيق، لأن المقيمين يقيمون بشكل سريع من أجل الباحث. ناس سؤال، لماذا أحيانا نطلب من الباحث ذكر أسماء المراجعين المقيمين وهل هذا لصالح الباحث؟ المجلة تطلب منا ذكر المقيمين بيانات لدى المجلة، المقيمين تستطيع الاعتماد عليهم في المستقبل للبحوث المشابهة، لكن لا ترسل البحث إلى المقيمين الذين يقترحهم البحث، باستثناء بعض المجلات التي تعتمد في التقييم على 5 مقيمين. بعض المجلات تعتمد على 5 مقيمين حتى تتخذ قرار نهائي من البداية، فتبعث لـ3 مقيمين
تختارهم المجلة لا يعرفهم الباحث، ومقيمين اثنين يعرفهم الباحث ولا يتم حجب اسم الباحث عن المقيمين. بيش حالة تعتمد المجلة على السجستشن الاختيار مالت الباحث للمقيمين الاثنين، لكن هاي مجلات قليلة جدا تعتمد هذا الاسلوب. الدكتور حيدر يقول يعتبر القرار خاطئ من البداية، يقول رئيس التحرير لعدم اختيار مقيمين قد يكونون غير مختصين في مجال البحث. طبعا هو اختيار المقيمين لا يتم من قبل رئيس التحرير فقط، المفروض عضو هيئة التحرير ذو الاختصاص الأقرب إلى البحث أيضا يساعد في اختيار المقيمين. أيضا المقيم ليس هو شخص معصوم من الخطأ، أو رئيس التحرير ليس معصوم من الخطأ، وبالتالي قد يحدث خطأ في حالة البحث، وهذا يكتشف من ملاحظات المقيم، فيتم تأشير هذا المقيم أنه اختصاصه بعيد، وهذا يزيد من خبرة المجلة في حالة البحث إلى مقيمين ذو اختصاص دقيق جدا. فاختصاصات هي كثيرة بصراحة، حتى في ضمن نفس التخصص اختصاصات كثيرة، واهتمامات البحثية أيضا كثيرة، فيكون اختيار المقيم المناسب جدا جدا للبحث غير سهل، لكن المجلات تسعى إلى اختيار دقيق وتستفيد من أخطائها في حالة البحث إلى مقيمين. هل هناك إجراءات؟ طبعا المجلات تتخذ إجراء بشأن المقيمين اللي، لكن بصراحة بشكل عام عالميا هي إجراءات ضعيفة، يعني إجراءات ضعيفة، يعني كثير من المقيمين يرفض البحث بدون سبب أو يقبل البحث بدون سبب، لكن تبقى إجراءات المجلات بصراحة ضعيفة، المفروض تكون أقوى. يعني المقيم الذي يرفض بحوث بدون سبب أو لأسباب شخصية المفروض يوضع بالقائمة السوداء، لكن بصراحة لا توجد قائمة سوداء بالمقيمين، في حين تجد قائمة سوداء بالباحثين، الباحث اللي يبحث البحث إلى أكثر من مجلة في نفس الوقت يوضع في القائمة السوداء، الباحث اللي يبحث بحث مسروق يوضع في القائمة السوداء، وهكذا توجد قائمة سوداء بالباحثين لكن لا توجد قائمة سوداء بالمقيمين. المفروض تكون هناك قائمة، ما نقول سوداء، خلنا نقول حمراء صفراء، شوية كلمة سوداء ثقيلة، إذن قائمة خلنا نقول صفراء حمراء، تقليل إرسال البحوث إلى هذا المقيم أو عدم إرسال البحث له، وهكذا. هذه تعتمد على رصانة المجلة ومدام اهتمام المجلة بالحق. كثير من المجلات تهتم بالقانون فقط، مقيمين رفضوا البحث رفض البحث، مقيمين قبل البحث قبل البحث، هذا الشيء خاطئ. صراحة أركز على هذه الحق، هل لي حق أن أطلب من رئيس التحرير عدم إرسال البحث لمقيم ما؟ سؤال مهم جدا. حاليا لا يوجد قانون يسمح للباحث ديدلاين. مجلات إلسفير بشكل عام تطلب منك اسم مقيم، تطلب من المجلة أن لا يرسل إلى هذا المقيم مع ذكر الأسباب، يعني تكتب اسم المقيم وإيميله وتكتب أرجو من المجلة عدم إرسال بحث هذا المقيم لأن لدي عداوة شخصية معه، لأنه بعيد عن تخصص هذا البحث، لأنه يدعي أنه صاحب تخصص، اكتب أي سبب للمجلة، لكن لا أعرف بصراحة يعني هل المجلات تلتزم بهذا الشيء أم لا. الشيء الوحيد الذي يضمن هذا الشيء هو إعلان حق الباحث العالمي. تكلمنا عنه سابقا، تكلمت أيضا مع دكتور ضياء من جامعة المسلم عاشي، أتمنى يكون موجود اليوم بنا من محاضرة دكتور ضياء، أنه يتم اعتماد حق الباحث العالمي، أعلن في تركيا سنة 2018 إعلان حق الباحث العالمي، تبنته عدة مؤسسات، لكن بصراحة لحد الآن المجلات التي اعتمدت حق الباحث العالمي قليلة. طبعا لا يروق للسفير وسكوبس هذا الشيء، إعلان حق الباحث العالمي توجد فقرة أنه يحق للباحث أنه يطلب عدم إحالة بحثه لمقيم معين.
لمقيم معين. فأتمنى يعني إن شاء الله في نهاية هذه الدورة يتم اعتماد حق الباحث العالمي من قبل جامعة المسلم عاتشي، وتدعو إلى اعتماده من قبل مجلاتها ومن قبل باحثيها، وشيئا فشيئا إن شاء الله يتم اعتماد حق الباحث العالمي في جميع الجامعات العالمية. الجامعات العراقية لدينا جامعة عراقية واحدة بصراحة اعتمدت حق الباحث العالمي، ويعني وضعته كلوغو في موقعها وفي مجلاتها أنه تعتمد على إعلان حق الباحث العالمي اللي هو author right، إعلان حق الباحث العالمي. إن شاء الله في نهاية الدورة وفي توزيع الشهادات يحضر إن شاء الله رئيس جامعة المسلم عاتشي، وإن شاء الله يصير يتم إعلان اعتماد حق الباحث العالمي من قبل جامعة المسلم عاتشي. إذا ماكو سؤال نكمل. إذن الريفيجن أو ريفز، يسمى ريفيجن أو ريفز، هو إعادة البحث للباحث لإجراء تعديلات جوهرية أو تعديلات بسيطة، يسمى ميجر أند مينور. ميجر أند مينور يعني تعديلات ميجر رئيسية ومينور ثانوية، سواء تعديلات رئيسية أو ثانوية يعاد إلى الباحث. الباحث الذي يرى تعديلات رئيسية ميجر عليه أن يحذر، لأنه قد يرفض البحث بعد التعديلات مثل ما تشوفون. إذا يشوف ماينر شوي يطمئن أنه ممكن يقبل البحث مادة. إذن بعد الريفيجن، قد يعاد البحث إلى المقيم لتدقيق هل قام الباحث بإجراء التعديلات. إذا طلب المقيمين إعادة البحث يعاد لهم. سياسة المجلة أنه دائما يعاد للمقيمين، هذا يعني أنا مثلا قيمت إلى مجلة بحث وكتبت لا يوجد حاجة لإعادة البحث لي للتقييم مرة ثانية، لكن مع ذلك أعادوا البحث لي بعد أن قام الباحث بإجراء التعديلات، أعادوا البحث لي حتى أدققها. إذن هي تعتمد على سياسة المجلة وطلب المقيم. المقيم يطلب أحيانا أعيدوا لي البحث بعد التعديلات حتى أدقق، والمجلة أيضا ترى أنه من الضروري إعادة البحث للمقيم لتدقيقه للأسباب التالية، أنه الملاحظات كانت كثيرة. إذا الملاحظات قليلة لا يوجد داعي لإعادة البحث للمقيمين لتقييمه مرة ثانية، لكن يشترط هذا شيء مهم، يشترط أن يتم إعلام المقيمين بقرار هيئة التعديل. يعني إذا طلب المقيمين تعديلات بسيطة وقررت المجلة عدم إعادة البحث للمقيمين، يجب إعلام المقيمين بأن البحث تم قبوله أو تم رفضه يجب إعلام المقيمين بذلك. إذن هنا إما يعاد للمقيمين لتدقيقه أو لا يعاد حسب الملاحظات، أو يرفض أو يذهب إلى البوبليكيشن بروسيس، خطوات النشر، بوبليكيشن publishing process، خطوات النشر. خطوات النشر طبعا هي كثيرة يحتاج لها محاضرة. إذا أكو أسئلة لحد هنا قبل لا ننتقل للسلايد الآخر. إذا أكو أسئلة أحد المشتركين الاسم غير واضح عندي، جاريت أعرفه باسمه بالاسمه من المشتركين النشيطين معنا لكن اسمه غير واضح. عند إعادة البحث للمقيم يسجل ملاحظات أخرى وليس تأكيد على إجراء التعديلات للملاحظات السابقة. هذا الشيء وارد، أنه أجرى الباحث تعديلات ويطلب التعديلات أخرى والمجلة تأخذ بهذه التعديلات ويعاد البحث للباحث ويعاد البحث للمقيم مرة أخرى. هنا دور رئيس التحرير،
يجب أن لا يرفض الباحث لوجود ملاحظات إلا إذا كتب المقيم لم يقم الباحث بإجراء التعديلات. في هذا البحث يرفض حالة ممكن يرفض البحث، لكن إذا كتب ملاحظات أخرى يجب أن يفرق رئيس التحرير أن هذه ملاحظات جديدة لزيادة رصانة البحث وليس لغرض رفض البحث. دكتورة نورة بو عيشة من الجزائر، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتورة، دائما متابعة ويانا وملاحظاتش قيمة. أيضا لدينا دكتور حيدر ودكتورة سناء ودكتور عماد، ويعذروني لأنسى أسماءهم، دائما متفاعلين معنا. هل أن تقييم البحوث للمؤتمرات تكون أسهل نسبيا؟ نعم، تقييم البحوث للمؤتمرات تكون أسهل. أيضا أكو قائمة بالمجلة المؤتمرات المفترسة ذكرناها سابقا. سؤال من دكتور بلال الروحاني، أيضا متفاعلين معنا بالمحاضرات، هل يعطى للمقيمين مقابل؟ طبعا المقابل الذي يعطى للمقيمين هو كتاب شكر من المجلة، شهادة مقيم عالمي، لكن أنا برأيي هذا غير كافي، وهذا الشيء مذكور في حق الباحث العالمي. حق الباحث العالمي يضمن أن لأنه المقيم الذي يأخذ مقابل بالتقييم بالتالي لن يقيم بشكل صحيح أو يكون تقييمه مستعجل أو هكذا. ففي حق الباحث العالمي يشترط أن تعطي المجلة للمقيم مقابل، مقابل مادي وليس معنى فقط شهادة مقيم أو هذا. نعم، هو كل المجلات بشكل عام هو مجاني، التقييم مجاني، وهذا الشيء غير صحيح. يعني احنا في العراق التقييم غير مجاني، صح هو وجوم رمزية لكن تجمع وترسل للمقيم مرة واحدة. ورقة بحثية مثل بحث هو نفسه ورقة بحثية أو بحث نفس الشيء. بالمناسبة هو يسمى مانيوسكريبت. ما دام هو غير منشور هو مانيوسكريبت، عندما ينشر يسمى أرتيكل، متى ما نشر البحث يسمى أرتيكل، متى ما نشر البحث يسمى أرتيكل، قبل النشر هو يسمى مانيوسكريبت. هل هناك مواصفات للمقيمين؟ طبعا المجلات العالمية لا تعتمد على مواصفات للمقيمين، تعتمد على كم بحث نشر. يعني قد يكون هو ماجستير أو طالب ماجستير ناشر بحوث كثيرة يعتبر مقيم، لا تأخذ اللقب العلمي بنظر الاعتبار مع الأسف. يعني مع الأسف المجلات العربية والعراقية تأخذ اللقب العلمي بنظر الاعتبار، تأخذ حق الباحث العالمي في أنه يكون رتبة الأعلى البروف غيره مفضل على غير تقييم البحوث. يعني مو معقول أن بروف يقدم لي البحث وأحيل البحث إلى طالب ماجستير يقيم البحث، غير صحيح. يجب أن أحيل البروف أو أستاذ مساعد على الأقل. هذا الشيء غير مأخوذ به المجلات إلسفير وسكوبس، وهذا الشيء خاطئ ومذكور في حق الباحث العالمي أنه يجب أن يأخذ رتبة الباحث أو اللي يسمى أكاديميك رانك في اختيار المقيم. أحيانا يرفض البحث من قبل مقيم ويقبل من مقيم آخر كقانون يعني وليس كحق. إذا أحد المقيمين رفض البحث المقيم الثاني قبله يحال إلى مقيم ثالث، إذا المقيم الثالث قبله يقبل البحث، إذا المقيم الثالث رفض يرفض البحث، وهذا الشيء برأيي خاطئ. هو قانون هذا برأيي خاطئ، يجب أن تأخذ ملاحظات المقيمين وتقرر. إذا كل المقيمين رفضوا البحث ملاحظاتهم غير مقنعة أني ما أرفض البحث، كل المقيمين قبلوا البحث ملاحظاتهم غير دقيقة أني ما أقبل البحث، يجوز أحيل إلى مقيم رابع حتى أتأكد أنه صالح للنشر. هنا دكتورة نورة من الجزائر تقول المقيمين يعتذرون
إذا كان برتبة بروف ولماذا يعتذر؟ السبب فقط ما يحتاج ترقية ولأنه مجاني، لأنه مجاني. لذلك إحنا نقول أنه التقييم يجب أن يكون مقابل مبلغ مالي. هل جامعة المسلم عادش لديها؟ أعتقد ليس لديها، أعتقد ليس لديها. موجود دكتور ضياء يجاوبنا السؤال. في حالة إضافة استبيان إلى البحث كتوصية أولية عند إرسال خلاصة البحث، هل ملزم البحث بإعداد الاستبانة؟ طبعا ملزم، ما يقدر ما يجاوب ولا يرفض بحثه. طبعا اختيار المقيمين مهم. بعض الناس طلاب الماجستير او الباحثين، يجوز حتى مو ماجستير، ناشر بحوث كثيره بمجله عالميه، يقيم بسرعه ويقبل بسرعه، وهذا الشيء غير صحيح. هل هناك مده زمنيه لتقييم البحث؟ المجلات تعطي شهر للمقيم، شهر للمقيم لكي يقيم البحث. اذا لم يجب يسوي له تاكيد، اذا ما جاوب يحول لمقيم اخر. في بعض الأحيان رئيس التحرير هو المقتنع بالبحث، طبعا هذا شيء مهم، مهم أن رئيس التحرير يقتنع بالبحث إذا كان قريب على اختصاصه، وإذا مو قريب على اختصاصه يأخذ رأي عضو هيئة التحرير اللي يعطي رأيه بالبحث. لماذا دور النشر القوية فيها صعوبة قبول البحث؟ أولا وجود ضغط عليها، المجلات ضغط كبير عليها، باحثين كثيرين فيتأخر، لا تعطي أجور للمقيمين فالمقيمين يتأخرون بتقييم البحث، هاي أسباب تأخر البحث. هل يصدف أو يسمح للمقيمين أن يجتمعون في وقت واحد لتقييم بحث إذا تم توجيههم لقبل المجلة؟ طبعا هذا جهد كبير على المجلة أنه تجمع المقيمين بوقت واحد أونلاين، ممكن أسا أونلاين تجمعهم أونلاين وتطلب منهم يناقشون البحث كأنه مناقشة ماجستير، يعني مكلفة جدا على المجلة، لكن إذا صار هذا الشيء فهو شيء جيد جدا، شيء جيد جدا إذا تمكنت مجلة من أنه تجمع المقيمين أونلاين ويقيمون البحث ويناقشونه كأنه رسالة ماجستير، شيء جيد جدا. لكن ضغوطات على المجلة، يعني المجلات يجوز يجيها 1000 بحث في السنة، ترفض 500 بحث، تقبل 500 بحث، 1000 بحث، يعني 1000 مناقشة رسالة ماجستير بالسنة، صعب جدا على المجلة. هل يرفض بحث مستلم من أطروحة بعد مناقشة؟ طبعا طبعا، بحوث المستلة دائما تكون مكتوبة بسرعة وغير دقيقة، ويعني وإضافة أنه ما يستفاد منها بالترقية، فدائما ترفض بحوث المستلة. عدد المقيمين هو قرار تابع للمجلة. ما افتهمت السؤال، هل ممكن المجلة تعطي عطقات مختلفة للتقييم ببحوث مختلفة؟ والمجلة بشكل عام تعطي شهر للمقيم، بعد الشهر إذا ما جاوب تنطي تنبيه، إذا ما جاوب تحوله إلى مقيم آخر. السؤال هنا مهم، يقول إذا البحث تم رفضه من 3 مقيمين كيف يوافق رئيس التحرير عليه تحت أي تعليمات أو قانون، وما هي الإجراءات الإدارية لقبوله؟ يعني فقط يقول أسباب غير مقنعة وسنقبل البحث. طبعا هذا سؤال مهم جدا، احنا قلنا إذا ما اقتنع الرئيس التحرير بأسباب الرفض يقوم بتقييم الأقرب، وهذا ما سمى بالسكند سكرين، مذكور باللون البرتقالي second screen أو final screen. إذا يدخل عضو هيئة التحرير، إذا عضو هيئة التحرير أعطى قرار نهائي واقتنع به رئيس التحرير، مثلا يرفض البحث، يرفض البحث، يقبل البحث، يقبله، يحيل إلى مقيم آخر لكي يتأكد من أن البحث مقبول، أو يسوي اجتماع هيئة التحرير، اجتماع هيئة التحرير
ويعرض رئيس التحرير شو الأسباب اللي خلته يرفض 3 مقيمين ويحيل مقيم رابع أو مقيم خامس، ويكون القرار جماعي أفضل. نرجع ونقول الحق أهم من القانون، الحق أهم من القانون. الحق، هل أنا أشوف أنه من حق هذا البحث أن ينشر أهم من أن أطبق تعليمات أو قانون؟ والأمثلة على ذلك كثيرة، كثير ناس ضاعت حقهم بسبب التقي الأعمى للقانون. الدول كلها غيرت اسم كلية القانون إلى كلية الحقوق، لأن الحق أهم من القانون. القانون وضع لضمان الحق، السبب الرئيسي لوضع القانون هو لضمان الحق. إذا ضاع الحق يجب أن يغير القانون، يجب أن يغير القانون. هنا سؤال، كيف يمكن نشر براءة الاختراع بعد الحصول على شهادة من التقيس والسيطرة النوعية؟ طبعا التقيس والسيطرة النوعية بالعراق تنشر، تعطي براءات اختراع. بعد ما يعطيك براءة اختراع ممكن تنشر من براءة الاختراع باحث باحثين، هذا شيء تابع لك، شيء تابع للباحث، ينشر باحث باحثين ثلاثة يطور عليه وينشر وهكذا ممكن. وممكن تعيد براءة الاختراع، انه تقدم براءة اختراع ثانية إلى دولة أخرى وتسجل بها براءة اختراع مرة ثانية. هنا سؤال من ضياء سامي، أستاذ ضياء سامي، المجلة رفضت البحث لأن عدد صفحات كبير والمشكلة لدي في الجداول والأشكال. الحل اللي راح أذكر لك يا أستاذ هو حل تقني، أنه أجمع أكثر من شكل في تسمية واحدة وسميه A B C D E figure كذا، أحسن ما كل figure أسميه figure 1 figure 2 figure 3، الفقرات المتشابهة كلها أجمعها بصفحة واحدة، هذا حل فني يعني، وسميها A B C D figure A يتكون من A وأشرح A B هكذا، هذا يقلل لك عدد الصفحات، أو تقلل الجداول تدمج جدولين في جدول وهكذا. هل ما يجري على البحوث يجري على المقالات الأدبية؟ طبعا المقالات تأخذ حيز أقل من التقييم لأنها لا تدخل بالترقية. يقول إذا دخلت المادة بالتقييم فإن المقيم سيقبل أي بحث يأتيها حتى إذا كانت لدي عدم دراية. طبعا هاي يتبع على رصانة المجلة، المجلة لازم أتى مؤشر للمقيم، هل المقيم يرفض بدون دراية، هل المقيم يقبل بدون دراية وكذا. هل ممكن أن يسحب القبول إذا لم أسدد؟ نعم، نعم هذا من حق المجلة، لأن هي كاتبت لك من الشروط أنه يتم دفع مبلغ معين، وانت تأخرت بالدفع ممكن المجلة تسحب قبول النشر. هنا سؤال، هل هناك نسبة مئوية بين رأي القبول رئيس التحرير ورأي المقيمين؟ خل أجاوبكم بشكل دقيق عن هذا السؤال. قبل لا أجاوب عن هذا السؤال أعطيك مثال. أنت تريد تجري تحوير على بيتك، على بيتك، جبت مقيمين يقيمون هذا التحوير مفيد لك أم لا، مفيد لك أم لا. نسبة المقيمين راح يساعدوك باتخاذ القرار، المقيمين سوف يساعدون صاحب البيت في اتخاذه، لكن القرار النهائي 100% لصاحب البيت، هو من يقرر يقوم بالتحوير في البيت أم لا. إذا المجلة تابعة إلى رئيس التحرير، تابعة إلى دار النشر، هي من تقرر مصلحة المجلة، مصلحة المجلة في أن ينشر بحث جيد، ومصلحة المجلة في أن يرفض بحث غير جيد. المقيمين يساعدون البحث، لا يقررون، يساعدون الرئيس التحرير في اتخاذ القرار. من اسمه مقيم، يعني مو صاحب قرار، مو صاحب قرار، مو حاكم، مو قاضي، هو مقيم. حتى بالمحاكم أحياناً تقييم أضرار على بيت معين، إذن هذا المقيم يساعد القاضي في اتخاذ القرار. إذن
جوابي أني أنه رئيس التحرير 100% لديه صلاحية في قبول أو رفض البعث، في رفض البعث، لكن هو حتى يحصن نفسه وحتى يستشير لازم يفضل أنه يجمع هذا التحرير ويعرض رأيه على التحرير حتى يصير قرار جماعي، قرار جماعي، لأنه مصلحة المجلة ومصلحة هيئة التحرير أيضا. نعم يمكن سؤال هنا، هل يمكن تسجيل براءة الاختراع في أكثر من مكان؟ نعم ممكن تسجيل براءة الاختراع في أكثر من دولة، في أكثر من دولة. هل على المجلة إلزام الباحثين بمدرسة معينة في طريقة التوثيق؟ طبعا هي المجلة تضع تعليمات النشر وعلى الباحث أن يلتزم بها نهائيا، هاي ما عليها جدال، تعليمات النشر يلتزم بها، كتابة المصادر، طريقة كتابة البحث يجب أن، لكن إذا تدرك تقصد بالمدرسة يعني أنه أو التفكير العقائدي أو هذا، لا المفروض يعني المجلة تكون حيادية في هذا المجال. نعم نعم يمكن تقديم براءة الاختراع 20 مرة. براءة الاختراع هي بصراحة هي لضمان حق المخترع، يعني أنت تريد أنه ماكو شخص يصنع جهاز إذا ما يرجع لك، لأن أنت صاحب الفكرة، فأنت تنشر البحث، كل ما تنشره بعدد دول أكثر كل ما تضمن أنه ماكو شخص ذيك الدولة تلزم أنه لا يوجد شخص. براءة الاختراع بالمناسبة هي مبالغ ضخمة، يعني قد تدفع 5,000 دولار حتى الدولة تلك تضمن حقك في أنه لا يوجد شخص يستخدم، انشرها في 100 دولة، كل ما تنشر بدول أكثر أفضل. لكن شخص مثلا نشر براءة اختراع مالته بأمريكا أو بالصين، هو ضامن أنه ماكو شخص رايح يستخدم بحثه إذا ما يرجع له، فيكتفي بدولة واحدة. شنو بعثت ذكية؟ أنا بعثت ذكية شخص هل تحسب الأوراق العلمية بعد الحصول على درجة الدكتوراه في الحسبان عند الترقية العلمية؟ هاي تعتمد على الترقيات العلمية، قانون الترقيات العلمية في تلك الدولة أو الجامعة. يعني إحنا بالعراق كان ما دام هو طالب دكتوراه لازم ما ينشر بحث، بعدين تغير القرار يجوز أن ينشر بحث لكن لا يقدم ترقية إلا يكمل دكتوراه، وهكذا. بعدين جاء قرار طالب الدكتوراه حاليا يقدر يقدم ترقية حتى قبل لا يقدم دكتوراه، فهذه تعتمد على تعتمد على الدولة والجامعة. السؤال، هل قرار التحرير أم لعضو التحرير مكلف بالبحث أم بالتشاور بينهم؟ القرار لرئيس التحرير 100%، لكن القانون يلزم رئيس التحرير بأن يتشاور مع عضو التحرير ومع هيئة التحرير قبل اتخاذ أي قرار سواء قبول أو رفض أو أي شيء آخر. هنا المقيم هو المقرر، هو هذا يعني مشكلة عالمية، المقيم هو اللي قرر ورئيس التحرير عبارة عن آلة مع الأسف، وهذا الشيء ذكرناه ضمن حق الباحث العالمي، لازم يكون لرئيس التحرير دور رئيسي ولا يعتمد على المقيمين بشكل كلي. هل يجوز اختيار المقيم من نفس الجامعة؟ طبعا يجوز من نفس الجامعة، هذا تابع لسياسة الجامعة، سياسة المجلة. المقيمين هم نفسهم المحكمين، نعم يسمى مقيم علمي، محكم علمي، أحيانا يترجم نظراء، هو بالإنجليزي ريفيور، ريفيور بالإنجليزي ريفيور، بالعربي مقيم، محكم، نظير، نظير بحثي يسمى. هل هناك فرق بين المقيم والمقرر؟ ولا يوجد تشابه بين المقيم والمقرر، يعني المقيم أو المحكم أو النظير، المقرر يعني هو يسمى أيضا المراجعين، أي نعم المقيمين أو المراجع أو المقيم، المقيمين أو المراجعين أيضا تسمى.
ترجمة ريفيور بالإنجليزي ريفيور. إذا ماكو أسئلة عن processing هي فعلا مهمة وتحتاج وقت. ننتقل للسلايد الآخر. أعطيناها وقت وهي أيضا تستحق هذه الفقرة. دكتور تسمح لي إضافة قبل الانتقالة؟ تفضل. السلام عليكم دكتور. أحد الأشخاص أو أحد الأخوات السادة الحضور أحد الدكاترة وأتذكر دكتور بلال كان من ضمنهم يسألون حول أنه بابلون شلون يكون الشخص التدريس يكون مقيم أو مدرب. حقيقة أنا بس أريد أن أنبه ولو ما يعني لهذه الدورة التي تقومون بإعطائها هي بمثابة ما تهيئة التدريسي لإعداده كإعداد أن يكون مقيم أو خبير أو نظير. فأساتذتنا الحضور الكرام أن هذه المحاضرة هي محاضرة قيمة وكأنه تعدك إعداد أن تختبر وتكون تصبح مقيم. بالنسبة لمجموعة بابلون أو الويب أوف ساينس راح يكونون هم كدار نشر واحدة مستقبلاً عن قريب. بابلون عندها الموقع مالتها بمجموعة من كل الجامعات ومجموعة من الدورات. تدخل هذه الدورة وبيها 10 محاور 5 محاور توصل للمرحلة الخامسة. تختار أحد الأشخاص التدريسيين أو الخبراء أو المراجعين وتأخذ لك بحث من البحوث التي سبق وأن قيموها خبراء ونشرت لباحثين. من تأخذ هذا البحث المقيم من قبل أحد الخبراء والمقيمين الآخرين تأخذه أنت وتبدأ تقيمه بأسلوبك. على نتيجة تقييمك للبحث سيتم تطابق تقييمك لهذا البحث مع بقية الباحثين الذين سبق وأن قيموا البحث وتم نشره. وهنالك محاور ناحية اللي اتطرق عليها اتطرق لنا دكتور أحمد دكتور أستاذنا أحمد العبيدي والآن يتحدث لنا دكتور أستاذ عزيز إبراهيم. فهو هاي المجاميع والتقييم والشروط المجلات والسكوب المجلات والرفرنس وما قبل الرفرنس وكل الطرق وكل الاختصاصات هي هذا. إذا كان الباحث ملم بكافة هذه المحاور والتي الآن يغنون بها متفضلين عليها وعاشت لهم هذه الدورة هي نفسها اللي راح تخليك تكون مقيم وتمتحن. وشكرا جزيلا وآسف للإطالة. شكرا دكتورة سناء. شكرا دكتورة. شكرا. بس تعقيب على كلام دكتورة سناء، فعلا هي الدورات تساعد على التقييم، تساعد على كتابة البحوث، وتساعد على تقديم البحوث. المجلات إن شاء الله يعني قسم منكم راح يصير رؤساء التحرير، أعضاء التحرير، مقيمين، فإن شاء الله يستفادون. ننتقل على السلايد الآخر اللي هو تشيك ليست. التشيك ليست هي مثل التعهد اللي يسويه الباحث أول ما يقدم البحث. فقرات موجودة بالإنجليزي راح أشرحها بالعربي. إن البحث ما يكون مسروق، ما يكون مستل، ما يكون مقدم في نفس الوقت لمجلة أخرى، يكون ضمن تعليمات النشر، ضمن حجم الخط، عدد الصفحات. هاي كلها تعهدات تسويها المجلة للباحثين حتى تتأكد أنه البحث غير مسروق، غير مقدم لمجلة أخرى وهكذا. المعلومات اللي تطلب تختلف من مجلة أخرى، لكن هي بشكل عام الاسم، الافليشيشن مكان العمل، الايميل الثانوي، رقم الهاتف، معلومات البحث، نوع التقديم، يعني هل هو تقديم للمرة الأولى أم تقديم بعد ملاحظات المقيمين أم تقديم بعد الرفض وهكذا. دور هيئة التحرير فير سكرين، تسوي فيرست سكرين. شرحنا الفيرست سكرين هو تدقيق الاستلال والسرقة واللغة، تعليمات النشر وهكذا. السيميلاريتي ريت اللي هي نسبة الاستلال، واقتراح المقيمين. هذا هو دور
هيئة التحرير اقتراح المقيمين. الريفيو فورم هذا هو الرابط مالتها، ممكن تفتحوه وتشوفون الريفيو فورم ماذا يحتوي. راح نشرحها، طبعا اسم المقيم، ايميل المقيم، ايميل الثاني، التلفون، رقم التلفون، الاسئله التي تطرح على المقيم. ما هي الاسئله تطرح؟ السؤال الاول، هل البحث ضمن تخصص المجله؟ اعطيني من 1 إلى 5 نجوم. طبعا اذا اعطيته 1 يعني رفضت البحث، اعطيته 3 وسط، اعطيته 5 يعني 5 نجوم. فالمقيم يختار من 1 إلى 5 حسب مطابقة عنوان البحث لتخصص المجلة. السؤال الثاني اللي نطرحه على المقيمين، تطرح المجلة على المقيمين، هل البحث يعكس المضمون مالته، يعكس الغاية من البحث، أيضا من 1 إلى 5. هل النتائج والمناقشة كافية؟ أعطي 1 من 1 إلى 5 نجوم. ملاحظاتك حول النتائج واستنتاجات، مو فقط تعطي من 1 إلى 5، وإنما أكتب كتابة وملاحظات أيضا، ليش اختاريت 5، ليش اختاريت 1، ليش اختاريت 3، وهكذا. أسئلة على كل فقرات البحث، سؤال وكومنت أيضا، سؤال من 1 إلى 5، وأيضا لازم تعطي كومنت كتابة، لكن الكومنت أحيانا تكون غير إجبارية، غير إجبارية ممكن الباحث، لكن اختيار من 1 إلى 5 إجباري. إذن راح نسأل المقيم عن الاستنتاجات، عن المصادر، عن التيبلات، عن الفيجر، عدد التيبلات كافية، عدد الأشكال كافية، الخلاصة هل هي كافية أم لا، وهكذا. القرار، قرار المقيم، إما يعطي ريجكت، رفض البحث، ونأكد هنا مو معناته راح يرفض البحث، هذا يساعد رئيس التحرير في اتخاذ القرار. قبول مع ملاحظات رئيسية، وقبول مع ملاحظات ثانوية، وأيضا هنا ما مبينة بالبوربوينت، قبول مع ملاحظات ثانوية، خلنا نوضحها، وممكن إعادة تقديم. يعني المقيم يقترح أنه البحث يعاد يقدم من جديد، لأن التعديلات كثيرة وما راح يسوي التعديلات، يتوقع هو المقيم ما راح يقدر يسويها، فيطلب من عنده إعادة تقديم البحث، تسمى ريسبمت. إلى هنا كملنا محاضرة اليوم، إذا أكو أسئلة نستمع ونجاوب عليها قبل أن ننهي المحاضرة. خلينا نشوف الأسئلة. تسمح لي دكتور مداخلة؟ اي تفضلي. بداية شكرا جزيلا، شكر خاص لجنابكم وشكر للقيمين على هذه الدورة، وعاشت ايدك ما خليت شيء ما ذكرته، وان شاء الله رب العالمين هذه في ميزان حسناتك، والله ان شاء الله يحفظك ويوفقك. شكرا جزيلا. دكتور، بعض المواقع للمجلات أحياناً تطلب من شخص الباحث أنه يذكر بعض الباحثين، بعض الخبراء أو النظراء، لماذا؟ ما حصل معي. ذكرناها أنه تستفاد المجلة من هاي المقيمين لبحوث أخرى، لكن ما تستخدمها لنفس الباحث، تستفاد منها لبحوث أخرى من هؤلاء المقيمين. نعم. شكرا جزيلا دكتور. اهلا وسهلا، شكرا. المجله تطلب مقيمين لكن ما راح ترسل لهم البحث، يعني ترسل مقيمين اخرين لكن تستفاد منه في لبحوث اخرى، حتى ترسل لهم المقيمين لبحوث، فتصير عندها قاعده بيانات. نشوف الاسئله، هل الاقرار ضروري؟ نعم ضروري، كل المجلات يجب ان الباحث يقر بان البحث غير مسروق غير مستند. عندنا أستاذ أنيس بوديانتو، الماجستير في جامعة المؤمن للدراسات الإسلامية سوركرتا، أهلا وسهلا بك أستاذ أنيس. السؤال هو الامتحان بالإنجليزي أو العربي؟ الامتحان هو بالإنجليزي، لكن بعض الأسئلة ترجم للعربي، والباحث ممكن يترجم الأسئلة كلها للعربي، موجود بالإنترنت جوجل ترانسليت وهكذا. إذا نشوف أسئلة أخرى، هل هناك مجلات لا تطلب تعهدات؟ المجلة التي لا تطلب تعهد فهي مفترسة.
يعني تريد تقبل أي بحث بأي شكل. هل هناك مواقع علمية تعطي شهادة تقييم الأبحاث غير بابلون؟ نعم، الإلسيفير تعطي شهادة تقييم، ومجلات الأخرى أيضا إذا تطلب منها تنطيك شهادة تقييم. بعض المجلات لا تعطي فورم للتقييم ولكن تعطي خيار للتقييم. بعض المجلات تطلب من المقيم أنه يكتب ملف وورد ويبعثه للمجلة، يكتب به كل ملاحظاته، لكن فورمة التقييم مهمة. ذكر المقيم، يعني إذا هو ما كان مركز على فقرة معينة ذكره بأنه يعطي درجة لهذه الفقرة، فالفورمة مهمة. دكتور حيدر قال عندي طلب، بس ما شفنا شنو الطلب مالته. أستاذ الفضل، شو وقت الامتحان؟ موجود بالمنهاج الدورة، يعني أحد نعم يقول أحد الأشخاص طالب يعني تأجيل موعد الامتحان. ما أعرف والله، هاي الناقشة على الجروب مال تليجرام. جزيلا، شكرا جزيلا دكتور. أهلا وسهلا. هنا سؤال، كم عدد البحوث المنشورة حتقدر التدريس يقيم بحوث؟ لدى السفير يعني من تنشر بحث واحد ممكن يرسلوا لك تقييم، لكن لدينا في العراق نعتمد على اللقب العلمي. اللقب العلمي نعتمد عليه، وهذا الشيء الأصح، يعني أنه بروف، أسيستنت بروف، وهكذا. أحد دكتور حيدر طالب، والله دكتور حيدر إلى حق علينا من المتابعين، ايضا ناخذ آراءكم في تاجيل الامتحان، لكن احنا عندنا مشكله مع السيسنيت، الشبكه السويديه العراقيه دائما تعارض تاجيل عندها، يعني المنهاج هو ما يتغير، يعني تحدد موعد الامتحان ما يتغير. مع ذلك حاولوا مع دكتور سمير لتاجيل الامتحان، انا معكم، ما عندي مانع تاجيل الامتحان الاسبوع القادم، ماكو مشكله. الامتحان يكون MCQ في الغالب، يعني yes or no, right or false، وهكذا. سؤال، في حال نشر بوست للبحث ولم ينشر في نفس المؤتمر، هل يؤثر في حالة أردت نشره في مجلة معينة؟ هو يؤثر في نسبة الاستلال، لأنه راح يدخل هذا البوست بالاستلال. فيفضل أنه إذا عندك اتصال بالمؤتمر أنه البوست يكون على شكل صورة وليس نص، حتى لا يدخل بالاستلال. أيضا الباحث اللي يبحث بحث للمجلة يكتب أنه تم نشر بوست من هذا البحث في مؤتمر، حتى المجلة تأخذ من اعتبار هذا الشيء في برنامج الاستلال. بعض المجلات تطلب letter to editor، وتسمى أيضا cover letter. هي رسالة تكتبها إلى رئيس التحرير، تتعهد بأن البحث غير مسروق، غير منشور في مجلة أخرى، وإذا تحب تذكر نقاط القوة في البحث مالتك تسمى cover letter. تقدر تكتب على جوجل cover letter وتلقى نماذج من cover letter. cover letter تسمى. شكرا جزيلا دكتور حيدر. ايدك الله يوفقك دكتور، عشت ايدك ما خليت شيء ما عشرت اليه. حياكم الله دكتور، انا سلميك. هنا سؤال مكرر، بعض المجلات تطلب letter to editor، هي نفسها الكفر letter، هي رساله يكتب فيها الباحث اسم البحث، ويكتب ان البحث غير مسروق، غير منشور في مجله اخرى، ويكتب نقاط القوه في البحث ويرسلها الى رئيس التحرير، تسمى كفر لتر. اكتب على الجوجل كفر لتر، يعطيك نماذج من كفر لتر. إذن ان شاء الله كملنا، ماكو اسئله. مساء الخير دكتور. اهلا وسهلا دكتور، بس عندي استفسار ولو زحمة. وطبعا بالبداية أحب أشكر جهودك يعني متميزة بشكل. الله يسلمك دكتور. دكتور أنا عندي بحث
جاني قبول نشر عليه بال 2018، نهاية سنة 2018 اجاني نعم. قبول نشر عليه. بعدين اني وقفت، اجاني انه برد بان ادفع 100,000 على مود ينشرون البحث. فاني يعني اخذت استشارة احد دكاترتنا، لان كنت بمرحلة الدكتوراه، يعني انا من نشرت كنت بمرحلة الماجستير، فبمرحلة الدكتوراه اخذت استشارة احد الدكاترة، قال المفروض لا تنشري حتى تستفادين من عنده بعد الدكتوراه، نعم. لان اذا هسه نشرتي ما راح تستفادين منه. دكتور هسه متوقع، يعني ما اعرف هل البحث ضاع علي مثلا، او اني ارجع اراسلهم البحث مثلا من سرع وما ضاع علي. نعم، سؤال واضح. التعليمات الجديدة أنه الطالب الدكتوراه ينشر بحوث ويترقى، ماكو مشكلة. فإذا تدين تنشرين البحث تراسلين المجلة، أكيد المجلة راح تطلب من عندك تعديلات، لأن البحث أصبح قديم، فتطلب من عندك إضافة مصادر حديثة، تعديلات، وإن شاء الله ينقبل. إن شاء الله دكتور. تسلم دكتور، الله يوفقك، أحمد جزيل أستاذ الشكر. يقول: ما هو اختصاص دكتور عزيز؟ أنا اختصاصي هندسة مدنية. هندسة مدنية. سؤال: إذا ثبت أن البحث منشور في مجلة أخرى مع عنوان آخر قد أعطى معهد رسالة قبول، ما الحل؟ إذا ثبت أن البحث منشور في مجلة أخرى، طبعا هذه يعاقب الباحث، المفروض تدخل بلاك ليست، لأنه متعهد بأن البحث غير منشور أو غير مقدم لمجلة أخرى. لكن مقدار التشابه بين البحث هذا والبحث المنشور في المجلة الأخرى، طبعا لا، هو لا يدخل ضمن السرقة أو هذا، هو يدخل في مخالفة تعليمات النشر، أنه لا يجوز أنه أنت تقدم بحث إلى مجلة في نفس الوقت، فيدخل في هذا الباب، لا يدخل في باب السرقة العلمية. لكن كم مقدار التشابه بين هذا البحث والبحث؟ لا، المفروض يكون أقل من 20% التشابه حتى لا يدخل في إشكال قانوني. هنا سؤال: هل بحوث السيمينار واللي هو بروجكت لتر هل ينشر؟ بروجكت لتر هل ينشر؟ سؤال أحد المشتركين يقول، أو تيرم بيبر هل ينشر؟ إذا كان رصين وجيد مستوفي للشروط ممكن ينشر، ماكو مشكلة. يسمى أحيانا تيرم بيبر أن أثناء دراسة الدكتوراه يطلب الأساتذة من أنه يتكلم عن موضوع معين، إذا كان البحث وافي ويستوفي الشروط ممكن ينشر. هل يمكن نشر بحوث ذات طابع مقالي وليس ميداني، أي على شكل بحث تحليلي وصفي لا يحتوي على تحليلات إحصائية؟ ممكن طبعا، بس ما هو الشيء الجديد فيه؟ يعني إذا هو المفروض يكون هذا البحث ريفيو ارتكل، يعني يتكلم عن البحوث السابقة، ممكن يسمى ريفيو ارتكل. ريفيو ارتكل حسب تعليمات الترقية يدخل في الجدول الثاني، يأخذ نقاط، يعني لا يعتبر بحث أصيل. ريفيو ارتكل هو البحث الذي يتكلم عن البحوث السابقة، ما لا يأتي بشيء جديد، بس ممكن يجيب استنتاجات جديدة، يعني يناقش البحوث السابقة ويستنتج استنتاجات جديدة. إذا ماكو سؤال أساتذتنا، ننهي المحاضرة، ويبقى معاكم أستاذ بلال على بشأن الحضور وهكذا. أعتقد ماكو سؤال. شكرا جزيلا دكتور على المحاضرة القيمة والعلمية، حياكم ألف شكر. حياكم. إذا ننهي المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.